أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن فرض الضرائب على الأطباء وتقييد الحريات الشخصية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. فرضت ميليشيا الحوثي ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. القرار الجديد طالب الأطباء بدفع 4% من تكاليف كل عملية يتم إجراؤها في مستشفى خاص في حال كان لدى الطبيب رقم ضريبي، وترتفع تلك النسبة إلى 15% في حال لم يكن للطبيب رقم ضريبي. من جانب آخر، شنت ميليشيا الحوثي حملة على متاجر الملابس في العاصمة صنعاء وصادرت كمية من البلطوهات النسائية بدعوى مخالفتها للذوق العام. نتوقف عند هذه الأحداث لنناقش في محورين: أسباب فرض الميليشيا ضرائب على الأطباء في المشافي الخاصة، وحملات الميليشيا على محال التجار والعبث بها. مع مرور كل يوم من عمر الانقلاب الحوثي تصبح حياة المواطنين عرضة للخطر أكثر. إن كنت طبيبا في بعض المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فإن مهامك لن تكون سهلة، فقد فرضت الميليشيا ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الضرائب في صنعاء فإن على كل طبيب دفع 4% من تكاليف أي عملية يتم إجراؤها في مستشفى خاص في حال كان لدى الطبيب رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه رقم ضريبي فإن النسبة ترتفع إلى 15%. الحملة تهدف إلى إجبار الأطباء المتخصصين على العمل دون مقابل كما تقول مصادر طبية. لم تكتف الميليشيا بتضييق حياة العاملين في المستشفيات الخاصة على هذا النحو، بل أصدرت إلى جانب ذلك تعميما للمستشفيات الخاصة بإيقاف أي طبيب يعمل لديها إذا كان منقطعا عن دوامه الحكومي. أما إن لم تكن طبيباً وكنت تاجراً فحياتك لن تكون سالكة أيضاً. حواجز كثيرة يضعها الحوثيون أمام كسبك للرزق المشروع، فبعد إفلاس رؤوس الأموال الكبيرة أو هجرتها خارج البلاد تعمل الميليشيا على تدمير التجار المتوسطين ليزداد كل يوم عدد الملتحقين في قائمة أرقام الأزمة الإنسانية الواسعة. في هذا الفيديو يحرق أفراد ميليشيا الحوثي مصنوعات التجار والخياطين من العباءات النسائية التي تحمل بعض النقوش أو الزينة، وتقول إنها تهدف من خلال هذا العمل إلى المحافظة على الآداب العامة في انتهاك تام لمبدأ الحرية الشخصية. الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر للإسلام! فرض الضرائب الدائمة والممنوعات وقائمة أخرى من الأشياء سيكون عليك لزاما أن تؤديها أو تتجنبها، فكل شيء في هذه المناطق بدءا برأس المال وحتى الموظف البسيط يخضع لنظام الابتزاز. عبد النقاش مع ضيفنا عبر الهاتف عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والناشط السياسي. اهلا بك استاذ عبد الحفيظ. عبد الحافظ، مساء النور اخي سامي لك ولضيوفك الكرام. استاذ عبد الحفيظ، بدايه تعليقك على الخبر فيما يخص فرض ضرائب على الاطباء، برايك ما هي الاهداف من الذهاب نحو هذا المنحى؟ طبعا تحاول الميليشيات التزود بالمال والسلاح وبالمؤن في مختلف الجهات، وصلت الى درجه انها فرضت على سبيل المثال في الحديده على اصحاب البساطات البسيطه في باب مشرف ومناطق ممن لا تتجاوز رؤوس اموالهم 20 الى 15 الاف ريال. وبالتالي اعتقد انها وسعت من عمليات النهب المنظم لاموال ومدخرات اليمنيين، ووصلت الى درجه انه تتاجر بالاوجاع اليمنيين، و يعني اضطر اصحاب المستشفيات الخاصه والعيادات الخاصه الى رفع الاجور طبعا يتحملها المواطن عندما ترفع هذه الميليشيات تعدد هذه الميليشيات الاتاوات والرسوم، ووصلت الى درجه فرض حتى على العمليه الواحده رسوم. هذا طبعا مشهد كارثي فيما يتعلق بالمواطنه المتساويه، فيما يتعلق بحقوق الانسان، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وبالتالي عمليه الانهيارات وتدهور المعيشه للمواطن نتيجه هذه الاتاوات المتعدده. فقط كمحافظه اب انا اضرب ايضا مثل، يعني وصل لدرجه انها تفرض حتى على صانعي العباءات، على اصحاب الجمارك، تفرض جمارك على السيارات مع ان هذه السيارات مجمركه، تفرض على البضائع المواد الغذائيه جمارك في مداخل محافظه اب ومداخل محافظه صنعاء ودمار، رغم ان هذه البضائع مجمركه ايضا من قبلها،
في عبر مداخل ومنافذ وميناء البحر الأحمر. وبالتالي في اعتقادي بأن سلسلة الإتاوات والرسوم الغير القانونية باسم المولد وباسم الخمس وباسم الجمارك والرسوم المتعددة التي للأسف الشديد أثقلت كاهل المواطن العادي وأسهمت في اتساع رقعة الفقر. هناك العديد من الشركات أغلقت، هناك العديد من المستوصفات الخاصة أغلقت، هناك العديد من المحال التجارية أغلقت في مناطق سيطرة الميليشيات، وفي المقابل يذهبون إما إلى خارج البلاد أو إلى بعض المناطق المحررة ليفتحوا رؤوس أموالهم بعد أن دمرتها هذه الميليشيات، والتي لم تدمرها بالإتاوات، دمرتها إما بالقصف أو بالسلب أو بالاختطاف واعتقال أصحابها كما حدث للعديد من رؤوس الأموال الصغيرة في محافظات الحديدة وإب ودمار وصنعاء وغيرها من المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الميليشيات. فما يحدث أخي الكريم هي كارثة ترتكب هذه الميليشيات، فقط ليس نهب المال العام ولكن أيضا نهب الأموال الخاصة بالمواطنين. طيب برأيك ما الذي يدفعها للاستمرار في هذا في هذه الممارسات والتمادي فيها؟ حالة الضعف، حالة القمع، حالة القابلية للاستبداد والاستعباد في بعض مناطق سيطرة الميليشيات، إضافة إلى الحملة الأمنية القاسية على المواطن، وناهيك أن الموظف يعني وجدت مواطنين يسلمونها مباشرة هذه الأموال استلمت. وفي اعتقادي أيضا بأن هناك كيانات أخرى استنسخت داخل الميليشيات لعملية النهب والابتزاز، سواء كان للشركات أو التجار أو المؤسسات والمنشآت الطبية أو الاقتصادية أو غيرها من عوامل الدخل للمواطن العادي، إضافة إلى أصحاب المحلات والدكاكين الصغيرة وغيرها. وبالتالي وسعت الميليشيات من عملية إيراداتها لأنها أيضا تعاني في الجانب الاقتصادي وفي جانب ما يسمى بالمجهود الحربي، لدرجة أنها مثلا تنهب الإغاثة التابعة لمكتب الغذاء العالمي والصليب الأحمر في مديرية الدرهمي لأكثر من 100 أسرة محاصة حصرها داخل مركز الدرهمي، وعمدت إلى نهب هذه المواد الإغاثية وبيعت، والبعض وزعت على بعض عناصرها في بعض المناطق. هذا مشهد كارثي، مشهد مأساوي، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية أمام استمرار هذه الميليشيات نهب هذه الأموال العامة وهذه الميراثات الإنسانية التي تذهب للأسف الشديد إلى جيوب المرتزقة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. وبالتالي للأسف الشديد ما يحدث مشهد مأساوي فيما يتعلق في عمليات النهب المنظم للمال العام وللمال الخاص من إيرادات ميناء الحديدة والجمارك والموانئ والضرائب والزكوات وغيرها من الدوائر المفتوحة التي تصب إلى الجراب وإلى الجيوب وإلى أرصدة هذه الميليشيات وقادتها المستثمرين كانوا في صنعاء. أخي الكريم، بالأمس كنت مع عدد من أبناء محافظة الحديدة يتحدثون أن المشرفين الذين ذهبوا إلى المديريات البعض جاء لا يوجد عنده قيمة صحن الفول، اليوم يوجد لديهم السيارات والفلل والعمارات والمزارع. من أين هذه؟ من نهب المواطنين داخل محافظة الحديدة. فهذا للأسف الشديد إذا ما استمر وضعنا ما هو عليه، هذا مزيد من الإهانة للمواطن العادي، مزيد من عملية النهب، مزيد من عمليات الإسكار والتجويع للشعب اليمني وتحويل اليمن المناطق التي تحت سيطرتها إلى ملف إنساني تتسول به لدى المجتمع الدولي. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا من العاصمة صنعاء الصحفي أسامة أحمد. أهلا بك أسامة. إذا إجراءات وممارسات مستمرة من قبل ميليشيا، آخرها فرض ضريبة جديدة على الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة، وحملات على متاجر الملابس، وتحديد المحلات التي تبيع الأزياء النسائية البالطوهات، وتقول أنها صادرت كمية منها وأحرقتها بدعوى الحفاظ على الذوق العام. كيف يستقبل أو استقبل الشارع في صنعاء والمحافظات التي تخضع لميليشيا الحوثي هذه الممارسات؟ أهلا وسهلا. نعم، فرضت كما تحدث الزميل، فرضت الجماعة مشرفين قبل أشهر، فرضت الجماعة مشرفين على أكبر مشافي العاصمة صنعاء المشافي الخاصة ومثل المستشفى الألماني الحديث وأيضا المستشفى الاستشاري واليمني الألماني وعشرات المستشفيات الخاصة بغرض تحصيل إتاوات وجبايات تحت ذريعات ضرائب الدخل. هذه الإتاوات لم تشمل فقط العمليات كما تحدث الذي سبقني في الحديث إليكم،
وانما ايضا على رواتب الموظفين بكل كافه الادارات مختلف ادارات المستشفى. حدثني احدهم يعمل في احد المستشفيات المذكوره ويتقاضى راتب لا يتجاوز 70,000 ريال عن إتاوات شهرية تخصم من راتبه بقدر 5,000 ومقارنة بباقي رواتب الأطباء وغيرهم من العاملين كل على حسب راتبه. طبعا الإجابة على سؤالك حالة سخط تسود الأوساط الاجتماعية كافة جراء هذه الممارسة الأخيرة والتي أيضا من ضمنها الاحراق بالطوهات في ومداهمات محلات تجاريه ملابس في شارع هايل وايضا في شارع جمال، وتهديد اصحاب المحلات في حاله بيع هذه البالطوهات المعينه التي عليها ربطه في خاصرتها، ايضا صادروا كميات كبيره بغرض الابتزاز اصحاب المحلات ودفع اتاوات مقابل اعادتها اليهم. استقبلها الناس في حالة هناك نلاحظ حالة سخط عامة في وسط الناس، لكن كما تحدث الأخ أيضا بأن المواطن مقهور ومغلوب على أمره، لا يمكنه اتخاذ أي لا يمكنه رد ممارسة أي رد فعل. طيب سعود لك أسامة، وشارك معنا بالنقاش أيضا ناشط الحقوقي براء شيبان من لندن. أهلا بك أستاذ براء. اهلا وسهلا فيك واهلا بضيفك الكرام. اشكال وصور عديده من الجبايات والاتاوات التي تقوم بفرضها ميليشيا الحوثي على المواطنين في المناطق الخاضعه على سيطرتها، اخرها ما فرض على الاطباء الذين يعملون في القطاع الخاص، ايضا ما وصف اليوم بالتعدي على الحريه الشخصيه فيما يخص الملابس النسائيه وحاله الاحراق التي تمت لها في بعض شوارع العاصمه صنعاء. البلاد الى اين تذهب؟ إلى أين نحن ذاهبون مع ميليشيا الحوثي؟ والله يعني طبعا بشكل واضح ميليشيا الحوثي يعني كل يوم تقدم نموذج هي في طبيعتها مشابهة لنموذج طالبان. هي في بداية الأمر لا تتجرأ أن تعلن عن كل ما تريده بشكل واضح، ثم مجرد أن تتمكن تبدأ بالتضييق على الحريات العامة، بالتضييق حتى على خصوصيات الناس حتى فيما يلبسون. واحدة يعني كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه. وما تتفوق فيه جماعة الحوثي أعتقد على بقية الجماعات أن لديها قدرة كبيرة على يعني خلق ضرائب جديدة في مجالات لم يكن اليمنيون أو حتى المشرع يتخيل أنه ممكن أن تتم. يعني هذه الحالة تضمن أن هذه الميليشيا تستمر لفترة طويلة، كون أنه هناك جمع مستمر للضرائب، وفي نفس الوقت مسلسل تضييق الحريات العامة سيستمر حتى نتفاجأ كل يوم أن هناك شيء جديد. ثم بعد ذلك يصبح الكثير من القيود التي فرضوها تصبح أمر واقع. طيب أستاذ نعم تفضل أكمل. أعتقد أنه النقطة المهمة أن كثير من الشخصيات التي حاولت أن تصدرها جماعة الحوثي في بداية وصولها إلى صنعاء الشخصيات المدنية، أنا بالنسبة لي لم يعد هناك مبرر لأحد بالاستمرار في الاصطفاف مع هذه الجماعة. الكل كان لديه ممكن يعني نعذر الجميع في كل الأوقات. اليوم ليس هناك مبرر لأحد. الجماعة تكشف وتوضح عن مكامنها بشكل واضح، هي جماعة متطرفة لا تريد يعني تريد أن تتدخل في خصوصية الناس حتى فيما يلبسون. يعني فلا يوجد مبرر لأحد في الاستمرار الاصطفاف في هذه الجماعة إلا إذا كان مقتنع بهذا المنهج ويعتقد أن صنعاء ممكن أن تكون نموذج آخر لحكم طالبان. طيب أنت تقول لا مبرر اليوم للناشطين، وتقصد هنا اليمنيين الذين يصطفوا مع ميليشيا الحوثي أو يبرروا بعض الممارسات، ماذا عن النشاط الحقوقي، عن المنظمات الحقوقية؟ هل ما يحدث غير ملفت للانتباه؟ لماذا لا يتم التركيز عليه من قبل المنظمات؟ الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي يتساءل ويقول أين هي الأمم المتحدة مما يحصل؟
هو صحيح، يعني هذا تساؤل مهم جدا، ولكن في نقطة مهمة أنا أريد أن أوضحها لكل المتابعين. ما يحصل يهم اليمني قبل غيره. يعني في مشكلة كبيرة حصلت خلال الفترة الماضية، أن الكل كان يتساءل أين الأمم المتحدة، وكأن الأمم المتحدة هي مسؤولة عن عن عن, عن كل ما يحدث في، يعني الأمم المتحدة في الأخير هي تقول لك ببساطة نحن مهمتنا أن نكون وسطاء في 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 حل في حل في في حل النزاعات، وأقصى ما يمكن حتى في هذه الحادثة، يعني أقصى ما يمكن أن تعملون قد يعني نطلب منها أن تصدر بيان أو تشجب هذه قمع الحريات. النقطة الثانية، جماعة الحوثي على فكرة صورتها مشوهة بشكل كبير أمام العالم. الكثير من المختصين والناشطين والحقوقيين الذين كانوا مهتمين بالشأن اليمني لم يعد يروا جماعة الحوثي أنها الجماعة المظلومة والتي كانت تقدم نفسها أنها تريد فعلا أن تحمي حرية الناس وكرامة اليمنيين وغيرها. يعني صورتها تشوهت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. الباقي الآن هو على اليمنيين. اليمنيون هم من عليهم، لأنه نحن الذي سنعيش مع هذه مع تبعات ما يحدث اليوم داخل صنعاء وداخل بقية المحافظات اليمنية. لن يعيش، يعني العالم ربما يفيق متأخرا، لكن من سيدفع الثمن مبكرا هم اليمنيين. طيب سأعود لك لنتناقش في هذه النقطة، ماذا على اليمنيين فعله في حالة الحالة الموجودة، حالة القمع والقبضة الأمنية الشديدة ربما في المناطق الخضراء سيطرة الميليشيا. يعود للأستاذ عبد الحفيظ الحطابي. أستاذ عبد الحفيظ، حقوقيا هل هذا الملف مستغل ضد ميليشيا الحوثي؟ هل هناك تركيز عليه؟ أستاذ عبد الحفيظ يبدو انه فقد. طيب سأعود لأسامة من صنعاء، الصحفي الزميل الصحفي أسامة. أسامة، تقول حالة سخط موجودة لدى الشارع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، هل يمكن لهذه الممارسات المتزايدة في تضييق على الناس، هل يمكن أن تؤدي إلى تجييش الشارع ضد ميليشيا الحوثي؟ في الحقيقة لا أرى أنها ستؤدي إلى أي عمل ضد الحوثيين، بقدر ما ستؤدي إلى كوارث إضافية فوق الكوارث الموجودة أساسا منذ 5 أعوام. الناس فاقدين الحيلة، لا يمكنهم حصول على أبسط حقوقهم. نعم، حالة القمع موجودة والتعدي على الحريات الشخصية موجودة، لكن لا ننسى نماذج معينة من مواجهات دارت مع الحوثيين في حجة وغيرها، انتهت بالطريقة المعروفة التي يعرفها الجميع، وهي سيطرة الحوثي وإظهار مزيد من البطش والقوة على المواطنين الضعفاء المساكين. لا يمكن للمواطنين أن يقوموا بأي رد فعل في وجه ميليشيات الحوثيين. لا يمكن التعامل مع هذه الجماعة بمنطق احتجاجات أو بمنطق انتفاضة أو تظاهرات أو غيرها. لغة القوة هي الوحيدة التي يمكن لها أن تواجه هذه الجماعة، تواجه صلتها المستمر ضد المجتمع. ما لم فستستمر حالة تطويع الناس حتى يتحولوا إلى رعايا وفلاحين، خدمة لطبقاء الهاشمية كما كنا عليه في فترات متقطعة من التاريخ. طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ البراء شيبان. إذا استمعت لحديث أسامة من صنعاء يقول لا يمكن هناك حالة قمع شديدة ضد المواطنين في ذات الوقت الذي أنت تؤمل على اليمنيين أن يفعلوا شيء. الـ 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 طبعا أنا أتفق معه، يعني نحن لا نتوقع أن المواطن منفردا هو سيستطيع أن يصنع الفارق. الناس في حالة غليان، يشعروا هناك سخط كبير. عندما تتحدث حتى إلى الناس في داخل صنعاء، الكل غير راضي عن الذي يحدث، ولكن يعني يحضر في ذهنهم دائما التجارب السابقة لأي محاولات
لمواجهة الحوثيين أو حتى الاعتراض بالحد الأدنى. نحن الآن نعيش هذه الأيام الذكرى الثانية لانتفاضة المؤتمر الشعبي العام الذي كانت داخل صنعاء، ورأينا كيف كانت النهاية، وهذا ما يخيف المواطن. أنا أعول على جميع اليمنيين أنه هناك حالة اصطفاف يجب أن تتم، لأننا أمام جماعة لا تؤمن بحريتك حتى كفرد في تريد أن تتحكم بخصوصيتك في كيف تلبس، كيف تفكر، ناهيك عن الحريات الأخرى التي هي حرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وغيرها من الأشياء التي كنا نعتقد أنه بعد، خصوصا بعد 2011، أننا كنا قد قطعنا شوط كبير فيها. النخبة السياسية عليها مسؤولية أنا أعتبر تاريخية، إذا لم تتوحد وتوحد صفوفها في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ اليمن، الأجيال القادمة يعني لن ترحم هذه الطبقة التي بسبب خلافاتها وعدم اتفاقها تستمر جماعة الحوثي بالتمدد. فأعتقد هذا واجب النخبة السياسية، واجب السياسيين، الأحزاب، المنظمات، المجتمع المدني. بعد ذلك المواطن يأتي دوره كمكمل لكل هذه الأدوار، ولكن المهم في هذه اللحظة أن يتوحد الجميع حول هذه الرؤية. طيب أسامة من صنعاء، هل ما يحصل من ممارسات هي عمل ممنهج ومنظم أم ربما تصرفات فردية لبعض أفراد الميليشيا؟ لا، هذه أنا أعتقد بأننا بدأنا في مرحلة نهاية الاستهداف المباشر والممنهج لما تبقى من المشروعات الصحية في العاصمة في صنعاء، وايضا تضييق في سبيل تضييق الخناق على المواطن وعلى حريته وحقوقه البسيطه التي لا يمكن ان يتصور اليمني قبل هذه الاعوام بان ياتي نظام معين او ميليشيا معينه تفرض عليه نوع ما يلبس او الا يتم رفضه واعادته الى بيته، كما حدث مع عدد من الطالبات في جامعه صنعاء وغيرها من الجامعات، ايضا حتى في الجامعات الخاصه وفي الشوارع ايضا يتم توزيع بروشورات ونصائح في كبدايه تمهيد لفرض هذا الشيء بالقوه. اشكرك جزيلا اسامه احمد صحفي من صنعاء، واختم مع الاستاذ البراء شيبان. استاذ البراء، البعض يرى لهذه التصرفات والممارسات التي ننتقدها الان ونرى ان فيها جبايه وتضييق على الحريه الشخصيه انه قد يكون لها شق ايجابي تتماشى مع العادات والتقاليد لمجتمع ملتزم، ايضا انه ما يفرض من جبايات واتاوات هي على البعض ممن يتهربون ولا يدفعون الضريبه للدوله. اولا هذه الضرائب التي تفرض هي ضرائب اضافيه، ليس لديها اي اعتبار قانوني. النقطه الثانيه، مقابل الضرائب هناك التزامات، يعني اين هي المرتبات؟ لماذا لا يدفع الحوثيين مرتبات الناس وهم يفرضوا ضرائب هائله على كل شخص، على كل متجر، على كل منزل؟ يعني الضرائب هناك مقابله وكذلك استحقاقات. النقطه الاخيره، هناك الكثير من يؤمن بهذه الأشياء، ونحن لا نضيق على الناس حريته في أن يؤمن في فيما يعتقد فيه، لكن لا يحق لأحد أنه يفرض على الآخرين أو التدخل في حرياتهم وفي خصوصياتهم. ثم ما هي هذه الميزة الكبيرة التي عملها الحوثيون؟ أنهم ضيقوا على المرأة، أو أنهم يستطيعون أن يمنعوا الطالبة من الذهاب إلى الجامعة؟ ما هو هذا الإنجاز الذي تحقق؟ جماعة الحوثي يعني هي مشابهة بفكرها، وأنا أدعو الجميع هنا أن فقط يراجعوا السنوات التي قضتها طالبان في الحكم، سيروا هذا الفترة معتمة مظلمة عاشها السكان تحت ذلك الحكم. فهذا ليس إنجاز، التضييق على الحريات دائما يواكبه أشياء كثيرة جدا، لا تنتهي المسألة عند فقط حريات شخصية يعتقد أنه التزاما بالتقاليد أننا نفرض هكذا ممارسات.
أشكرك جزيلا برا شهيب الناشط حقوقي، كنت معنا من لندن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم عبد الرحيم الأبارة.